فقد شعره ووزنه ظهور صادم لإيمان البحر درويش على فراش المرض. نشرت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش صورة صادمة لوالدها تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة. وظهر إيمان البحر درويش وفقد شعره وكثير من وزنه، وكمان ملامحه متغيرة للغاية. وسبق قبل كده يعني ان امنيه كتبت ان ايمان البحر درويش، اللي هي امنيه ايمان البحر درويش ابنه الفنان ايمان البحر درويش، كتبت منشور على حسابها الشخصي فيسبوك، وكشفت من خلاله عن مكان تواجد والدها، ومؤكده انه تعرض لانتكاسه صحيه دخل على اثارها للعنايه المركزه. وكتبت ابنة إيمان البحر درويش: والنبي يا جماعة، بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر وفين إيمان البحر. أبويا بخير ومش تحت سيطرة حد ومحدش معتقل ولا حاجة، ولكن هو في العناية المركزة علشان حصل له انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقتكم في أي كلام ادعوا له. وكشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن موقف النقابة من الفنان إيمان البحر درويش، وقال: نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بيسعى في الوقت الحالي للوصول لأرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة.